السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. احبائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو جديد وحلقة جديدة للتوعية والارشاد باذن الله رب العالمين. إذن اليوم ان شاء الله راح نبين واحد الظاهرة منتشرة انتشار رهيب كبير ياسر في الناس، وهي شراء الأدوية من عند الصيدلية بدون وصفة طبية. وراح هنا راح نشير إلى دواء من بين الأدوية اللي تشترى، وهو دواء مضاد للسعال. كما الحوت، اضغط الاشتراك ولايك ونكمل الحلقة. كما الحوضة، أن السعال ليس مرض، السعال هو عرض، معناتها عبارة عن إشارة من الجسم، وهو وسيلة دفاع للجسم ضد مرض معين أو جسم غريب. كي يدخل جسم غريب مثلا فيروسات بكتيريا، يكثر البلغم على مستوى الصدر على مستوى الحنجرة، دخان، الجزء غبار، هذه كل الجسم تاع الإنسان يستعمل الكحة للدفاع باش يخرج تلك الأجسام الغريبة. سبحان الله، حنايا من علم ياسر شعب ثقافة تاع الشعب انه مباشرة عند ظهور السعال يذهب الى الصيدلية لشراء هذا المضاد للسعال. دوك نرجعوا للسعال، المضاد للسعال للدواء، راح نفسر لكم لماذا الجسم يقوم بالسعال. شوف، كان اصابات تؤدي الى السعال، كان اصابة فيروسية مثل الانفلونزا مثلا، كاين اصابات بكتيريه مثلا السل لا عافاكم الله، مثلا التهاب الحنجره، التهاب الشعب الصدريه، التهاب القصبات الهوائيه، هذه الاصابات البكتيريه. كاين اصابات الحساسيه مثل الربو مثلا، كاين التدخين اللي يدخن، هذا كل السعال يعمل على مقاومه هذه الامراض. اذا احنا الشعب الكريم اللي حاط روحه فاهم، يعني خاصة الآباء اللي يشريوا الأدوية لمسكنات السعال مضاد السعال لأبنائهم، يروحوا للصيدلية الكارثة الكبرى، يلقاو يا إما صيدلي، يعني وفي غالب الأحيان ما يكونش صيدلي في الصيدلية، يكون بائع في الصيدلية يعطيه مضاد السعال. شوف، مضادات السعال كاين اثنين، مش كاين مضاد السعال وكاين مرطب السعال. صح، مضاد السعال هو هذا يستعمل للكحة الجافة، السعال الجاف الذي ليس فيه مخرجات، يعني مخاط، هذا كحة جافة. كاين سعال ضد هذه الكحة، وكاين الكحة أو السعال الطريق اللي يخرج المخاط، سواء كان مخاط أبيض في الحساسية أو مخاط أصفر أو أخضر في الإصابات البكتيرية. دونك هذا السعال الرطب اللي يكون فيه مخاط، هذا عنده نوع اخر من المشروب، هو مشروب يعمل على ترطيب اكثر واخراج هذه المخاط. الان سبحان الله، كيف انت تذهب الى شراء مشروب ضد السعال سواء كان جاف ولا مخرج المخاط وانت لا تعرف الاسباب؟ العلاج لا يكون بانك تشرب محلول سعال لتتخلص من السعال. انت اذا تخلصت من السعال لم تتخلص من البكتيريا، لم تتخلص من الفيروس، لم تتخلص من مرض السل عافاكم الله، اذا كان ما عنده مرض السل هو يشرب في مشروب تاع ضد السعال. اذا تخيلوا معي انه انسان عنده كحه جافه، وهذه الكحه ناتجه من مرض السل وهو يشرب في مشروب تاع ضد السعال، واش راح يكون الموقف تاعو؟ راح تتفاقم الحال. تخيلوا معي انه الانسان هذا عنده اصابه بكتيريه، عنده ميكروب، عنده بكتيريا على مستوى الصدر، وهو يشرب مضاد ضد السعال، معناتها ما يخليش الجسم تاع الانسان يخرج هذيك البلغم اللي فيه البكتيريا، دونك راح يخليها محبوسه في جسده، في جسمه، في رئتيه، يعني راح تتفاقم الحاله سوءا، وخاصه عند الاطفال الصغار تؤدي حتى الى الوفاه. شفتوا الخطورة تاع انه الانسان يروح يشتري مشروب تاع مضاد ضد السعال وهو لا يعلم، هو ما يعالج. يا اخي مش انت اللي تفتش، اذهب للطبيب باش يحدد لك الاسباب، يعالج لك الاسباب، تروح الكحة باذن الله. اذا ننصح اخواني انهم يبطلوا العادة السيئة هذه، انهم يشتروا مشروب ولا محلول ضد السعال.
هذه من جهه، من جهه ثانيه يقدروا يستعينوا ببعض الامور يعني اللي مفيده في هذه الامور هذه. يعني قادر مثلا الانسان يخلط عسل مع الليمون، ماء دافئ يشرب في الصباح قبل على الريق ولا قبل الاكل، قبل الغداء وقبل العشاء ثلاث خطرات، هذا نافع للسعال. قادر يشرب كذلك محلول العسل وماء دافئ مع البصل قبل ثلاث مرات قبل الاكل ينفع. هذه كل امور تنفع. يعني في انا كطبيب صدقوني يعني في نادرا ونكتب الادويه هذه نادرا، لانها ما عندهاش فائده يعني طبيه يعني كبيره، يعني في بعض الحالات فقط. نصيحه اخيره لإخواني للصيادلة ولا اللي يعملوا في الصيدليات، يا أخي والله راك تحاسب. تخيل سبحان الله العلي العظيم، تجيك إنسان هو جاهل ولا جاهل بأمره ولا غير مبالي بحالته، يجي يطلب منك محلول ضد السعال. أنت كصيدلي ولا كبائع في الصيدلية تبيع له هذا، سبحان الله علاه تبيع له؟ يعني تربح بضعة دراهم، ولكن ما انت لا تعلم انك بهذه الطريقه راح تقضي على انسان، ولا راح تفاقم حاله انسان، ولا راح تخلي الانسان هذاك يدخل يعني الله اعلم به وش الحاله تاعه. سبحان الله، يعني تطمئن للدرهم او الدينار الذي تضعه في جيبك وانت لا تعلم بان المحلول هذاك قادر يفاقم حاله انسان، ولا راح يدخله في امور يعني لا يحمد عقباها. عمالك باللي كاين محلول مضاد للسعال فيه لاكوديين، هذه المادة الكوديين هذه ممنوعة على مرض الرب. يعني لو إنسان عنده الرب يروح للصيدلية يقول له أعطيني محلول ضد السعال، يعطيه محلول فيه الكوديين. الكوديين هذه مادة تؤثر على الجملة العصبية مباشرة، تعمل على إحداث مضاعفات لمرض الرب. شكون يعرفها؟ يعرفها البائع في الصيدلية، يعرفها غير الطبيب. يعني ننصح كنصيحة، والله كنصيحة، لا أستهدف لا صيادلة ولا بائع الصيدلة، كنصيحة يا أخي الكريم، والله كلنا سنحاسب، حتى أنا الطبيب سنحاسب. أنا سأحاسب، يعني الخطأ سأحاسب أمام الله سبحانه، أنت وسيط خطأ. هذه رسالة موجهة للناس الصيادلة ولا البائعين اللي قاعدين يبيعوا بدون وصفة طبية. اتق الله راك تحاسب. قادر هذاك يعني تبيع دواء قادر يؤدي إلى وفاة إنسان لا قدر الله بمضاعفات. هذه كنصيحة في آخر الفيديو إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.